إذن مشاهدينا الكرام، بشأن ظاهرة استيلاء جهات متنفذة على العقارات الخاصة والعامة في العراق بطريقة غير قانونية مع أزمة السكن وتلكؤ المشاريع، معنا هاتفيا من مدينة إسطنبول مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بكم أستاذ مصطفى. هيئة النزاهة هي التي تقول إن أكثر من 31 ألف عقار تابع للدولة مستولى أو متجاوز عليه في عموم المحافظة العراقية. يعني من يسرق إذن عقارات الدولة في العراق؟ ثم أين دور الدولة في حماية ممتلكاتها؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. هذه الصورة التي قدمها التقرير الذي عرضتموه قبل قليل نقلا عن هيئة النزاهة هي الصورة الحقيقية أو شبه الحقيقية، لأن هناك أرقام ربما أكثر بكثير من التي أعلنت. هي الصورة الشبه الحقيقية لما يجري في العراق من حالة استيلاء على المال العام ونهب لكل الممتلكات الدولة سواء كانت منقولة أو غير منقولة. وهذا الأمر طبيعي جدا. الذي يسرق هو الجهات المكلفة بحماية هذه الأموال العامة وهي المسؤولة عن صيانتها أيضا، وبالتالي يعني الأمر طبيعي جدا ومتوقع جدا، لأن منهج الاحتلال الأمريكي ومنهج العملاء الذين أوجدهم الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق هو سرقة أموال العراق ونهب المال العام بشكل واسع. نعم، يعني غير هيئة النزاهة البرلمانية حتى وزارة العدل أستاذ مصطفى أقرت بوجود أعمال تزوير وتلاعب، تسببت هذه الأعمال بنقل ملكية كثير من العقارات بطرائق قطعا غير مشروعة. هل يمكن التلاعب والتزوير من دون تواطؤ من داخل المؤسسات الحكومية؟ لا شك أن هناك تواطؤ كبير أو مشاركة حقيقية، في الحقيقة مشاركة بين أجهزة الدولة كما توصف والقائمين بهذه العمليات، عمليات السرقة والاستيلاء على المال العام. يعني كما تفضلت لا يمكن أن يكون هناك هذا النهب الواسع والمنظم والمخطط له بعناية دون أن تكون هناك أطراف عديدة مشتركة في هذه الجرائم. وهذه الجرائم الحقيقة بدأت منذ الأيام الأولى لاحتلال العراق، حينما أو منذ اليوم الأول لاحتلال العراق، حينما بدأ العدو الأمريكي الغازي الاستيلاء على مقرات حكومية وآليات حكومية، وبالتالي انتهج العملاء فيما بعد هذا المنهج، وما يزال الأمر مستمر حتى الآن. تقارير صحفية عديدة أستاذ مصطفى وقد أشرنا حتى في أثناء تقريرنا إلى ذلك تؤكد أن عدد عقارات الدولة التي تشغلها الأحزاب والميليشيات المسلحة وبعض المتنفذين منذ عام 2003 يتجاوز 300 ألف عقار. كيف يمكن حماية هذا العدد الهائل من العقارات من نهب الفاسدين له؟ هناك نية صادقة للحفاظ على المال العام. ستكون هناك إمكانية للمحافظة على هذه العقارات والممتلكات كما كانت محافظة عليها في العهد الذي سبق الاحتلال، وبالتالي الأمر منوط بالجهات المكلفة بالإشراف على هذه الممتلكات وبحمايتها. ولكن كما أسلفنا، الجهات المكلفة بهذه المسؤولية هي التي تقوم بتسهيل سرقة المال العام والاستيلاء على الممتلكات الرسمية. لذلك في ظل وجود هذا الوضع الشاذ القائم في العراق منذ الاحتلال لا يمكن أن يعني تتم المحافظة على المال العام على الإطلاق. يعني مع الحديث عن أعمال النهب لأملاك الدولة أيضا تبرز مشكلة المشاريع، ما تسمى مشاريع متلكئة أو فاشلة. لماذا تصر الجهات الحكومية على بيع لنقل الوهم للعراقيين في الوقت الذي تسرق حقوقهم؟ أستاذ مصطفى، العراقيين وإفقارهم، وبالتالي الأمر لا يؤخذ بحالة مجتزأة وإنما ينظر إلى الصورة العامة التي تجري في العراق
بكل جوانبها، هناك استيلاء على المال العام، هناك سرقة لممتلكات الدولة، هناك حالات إفقار للمواطنين، هناك حالات فساد هائلة أو ظاهرة فساد هائلة في العراق. هكذا يجب أن ننظر إلى الصورة بشكل عام، وكل ذلك يجري بتواطؤ وباشتراك وبممارسة فعلية من قبل الجهات الرسمية في السلطة القائمة حاليا في العراق. في سؤال أخير، كما تعلمون أستاذ مصطفى، في الوقت الذي تنهب فيه عقارات الدولة، الكل يعلم أن العراقيين يواجهون أزمة سكن خانقة، أليس الأولى بالحكومة استعادة ممتلكات الدولة، الاستفادة منها مثلا في حل مشكلة السكن في العراق؟ المال، كيف يمكن للص أن يعيد المال المسروق إذا لم تكن هناك أجهزة لإنفاذ القانون، أجهزة حقيقية لإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المجرمين الفاسدين اللصوص؟ نحن نجد أن المسؤولين، كبار المسؤولين في السلطة، هم الذين يقومون بهذه الجرائم، فكيف يستعاد المال وكيف تحفظ ممتلكات العراقيين واللص هو القاضي وهو الخصم والحكم؟ من اسطنبول إذن مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لك.